زمان أول ما ظهرت السوشيال ميديا في حياتنا كانت مجرد وسيلة للتواصل الاجتماعي، ولكن دلوقتي الموضوع اختلف تماما والسوشيال ميديا بقت تقريبا عالم مستقل بذاته. في حاجات كتير قوي وفي حاجات سلبية اتكلمنا عليها هنا في ترانز، فيها برضو حاجات إيجابية كتير ممكن كلنا نستفيد منها في حياتنا اليومية. من أهم مميزات السوشيال ميديا حاليا إنها صنعت وظائف جديدة ما كناش عارفينها قبل كده قبل السوشيال ميديا خالص، وعشان كده احنا مستضيفين النهاردة ضيفة بتمثل وظيفة من الوظائف اللي ظهرت الفترة الأخيرة واللي مرتبطة بس بالسوشيال ميديا. ما تعملوش الثلاث غلطات دول عشان بيدمروا الفيوز على الستوريز بتاعتكم. أول غلطة، لو الستوريز بتاعتك كلها بس شيرز لحاجات تانية أو الفيديوز بتاعتك ما تستغربش إن الفيوز عندك قليلة. السر إن انستجرام بيحب يزق الستوريز شكلها أورجانيك وتصوير لحاجات بتحصل دلوقتي أو حاجة حقيقية. الغلطة التانية، ما بتظهرش على الستوريز، ما بتطلعش تتكلم على الأودينس بتاعك بشكل مباشر، مش بتوريهم حاجات لذيذة في حياتك أو بيهايند ذا سينز. حتى لو أنت براند ممكن تظهر بني آدمين في الستوريز بتاعتك وحاجات بتحصل دلوقتي، ده هيخلي الناس عايز تتفرج عليها أكتر. تالت غلطة، الفيوز بتقل في آخر الستوريز، فلو حاطين الحاجات المهمة في الآخر ده هيضيع عليك فرص كبيرة. ده حلو قوي لو أول ستوري دي فيها صورة ليكوا أو صورة لحاجة فعلا تشد انتباههم. منورنا النهاردة في ترانز هنا زهير، سوشيال ميديا كونسلتنت أو خبير التسويق محتوى السوشيال ميديا. ازيك يا هنا؟ ايه الأخبار؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. بصي أول حاجة هسألها لك، يعني ايه أساسا الشغلانة دي؟ بتعملي ايه؟ يعني ايه سوشيال ميديا كونسلتنت؟ أنا بشتغل مع بيزنسز وصناع محتوى، ان انا بساعدهم ان هما ازاي يعملوا ازاي يبقوا متواجدين على السوشيال ميديا بشكل صح، الاستراتيجيه بتاعتهم تبقى كويسه، ازاي ان هما يعرفوا فعلا يعملوا محتوى حلو وهادف. لو هو بيزنس ازاي يكبر البيزنس بتاعه، ازاي يقدر يحقق مبيعات اكتر، وازاي يخلق علامه تجاريه فعلا او براند الناس فعلا تبقى متعلقه بيها. هي دي الفكره، ان احنا كتير قوي بنبص على التسويق للبيزنسز ان هو مجرد ان انا أبيع وخلاص، لا الموضوع أكبر من كده بكتير، نحن نعمل براندز فعلا ليها تأثير كبير زي البراندز العالمية اللي احنا بنشوفها. الحاجة التانية مع صناع المحتوى، ازاي ان هم يقدروا يخلوا ده جزء من او جزء او ممكن يكون شغلهم الفول تايم، يعني شغلهم فول تايم، او ان هم ازاي يكبروا، ازاي يحققوا دخل، ازاي يعرفوا يعملوا محتوى كويس باستراتيجية كويسة ومحتوى هادف ان هو يوصلهم للناس ويبقى في بينه وبين الناس كونكشن. اوكي، وانت بتعملي ده ازاي؟ يعني مش عايزين نعرف طبعا كل حاجه عن شغلك، صعب ده اكيد مش شرح لنا. لا بس يعني مثلا فهمك. لا تعالي نقول ان في حد مثلا صانع محتوى على السوشيال ميديا عايز ان هو يبتدي الناس تشوفه اكتر، او انت بتعلميه ايه؟ بتعلميه ان هو مثلا ينزل كل قد ايه، ولا بتديله فكره المحتوى نفسه؟ بديله فكره المحتوى، بعمل له استراتيجي او استراتيجيه ليه هو، خطه تسويق، بفهمه نفسه. انا بقعد مع كل صانع محتوى بشوف هو اصلا شخصيته ايه، عشان يعرف ان هو في حاجه اسمها مهمه جدا هي الكوميونيكيشن على السوشيال ميديا. انت المسجنج بتاعك او الطريقه اللي بتكلم بيها الناس، مش الطريقه كطريقه كلامي، طريقه المحتوى. المحتوى ده بيتقسم على كذا حاجه ويبقى ليه اهداف مختلفه. فعشان يعني انا دلوقتي مثلا عندي محتوى، كل نوع محتوى من اللي انا بنزله اللي هو ليه دعوه بالنيش بتاعي او التخصص بتاعي لازم يكون ليه هدف. فبساعدهم ان هم يعرفوا كل الكلام ده، لان ده عامه ما بقاش معروف. في ناس بس بتبتدي تصور بتعمل كويس بس بتبقى عايزه توصل لحاجه اكتر وحاجه اكبر. اربع غلطات ما تعملهمش ابدا عشان الريتش بتاع الفيديوز بتاعتكم. وكده يو لوز ذير اتنشن، هيدخلوا على الفيديو اللي بعده، والوقفات دي بسهوله تتشال في الاديتنج. الغلطه الثانيه، هاي عاملين ايه، بقالي فتره عايزه احكي لكم على موضوع. لوز ذير اتنشن تاني لما تيجي تبتدي الفيديو بتاعك، ادخل في الموضوع على طول. ثالث غلطه، بلاش يا جماعه اي لوجو على اي فيديو من اللي بتنزلوه، لوجو من ابلكيشن ثانيه، لوجو من الاديتنج اب اللي بتستخدموها، تجنبوا الموضوع ده خالص لانه بيقلل الريتش فعلا. غلطه رقم أربعة، كتير قوي بشوف ناس بتنزل فيديوهات عشان المقاس بتاعها مش مظبوط فبينزلوها حواليها بوردرز زي ما في الصوره كده. ابلكيشن طلعوا قالوا رسميا الحكايه دي بتخلي الريتش بتاع الفيديوهات يقل، لان هو بيأثر على اليوزر اكسبيرينس بتاعه المتفرج. الناس وهي بتتفرج عايزه تشوف الفيديو بطول التليفون، لان ده بيخلي الاكسبيرينس بالنسبه لهم ألذ واسهل وتخلي عينهم على الفيديو بتاعك اكتر. الشغلانه دي طبعا ظهرت مع ظهور السوشيال ميديا. انت درستي ايه؟ انا درست صحافه، ومعايا برضو يعني احنا عندنا في الجامعة بناخد شهادتين عادي، فانا صحافة وسياسة. أوكي. وكنت صحفية زمان، بكتب يعني في مجلات انجلش وكده، وبعدين بالصدفة تعرض عليا ان انا اشتغل في الكونتنت كريشن، ومن هناك من الاول ابتديت اعمل كويس قوي، وفجأة يعني حتى كنت بعلى بسرعة قوي، بقى عندي التيم بتاعي وكل حاجة،
وبعدين ابتديت البيزنس بتاعي من سنتين، ان انا بقى ابقى انا ساعتها كنت بشتغل مع بيزنسز وبراندز وكده، بعد ما كنت بشتغل في مجلات وبعمل لهم التسويق بتاعهم. بس مرتبطين شوية ببعض، نفس الحاجة تقريبا ميديا في الآخر، هو إعلام فعلا. لأن حتى في الصحافة أنا كنت بقترح، من أنا وأنا كنت 22 ساعتها كنت بقترح على المجلة أنا كنت شغالة فيها، إحنا محتاجين تويتر، كان ساعتها تويتر مهم، وكانت كان يعني المجلة فيها جزء سياسي، فأنا كنت مسؤولة عن الجزء ده، فكنت بقول لهم لازم نعمل تويتر، لازم مش عارفة إيه، we have to start. فطبعا ده جزء كبير من الصحافة، ودلوقتي أصلا الصحافة من غيره بتخسر كتير، يعني من غير السوشيال ميديا أو الديجيتال عامة، ديجيتال وورلد عامة أو العالم الديجيتال. إيه هي أهم حاجة أنا أركز عليها في التسويق بتاع المنتج بتاعي؟ أهم حاجة قبل ما أفكر في المبيعات أفكر إن أنا أبني براند أو علامة تجارية قوية بتعمل تواصل مع الناس، الناس تبقى عايزة تتفاعل معها، لأن الناس مش داخلة على السوشيال ميديا عشان تشتري أو تشوف إعلان. ممكن تشتري، كلنا بنشتري مع السوشيال ميديا طبعا، بس لو أنا حاسة أنه إعلان مش هتفاعل معي، إلا هقرر أشتري أو لا. والتفاعل هو اللي بيوصلك لعملاء محتملين تانيين، فإزاي يوصل للعملاء دول؟ كل شوية لازم التفاعل يوصلني الناس أكتر، ويعتبر كمان إعلان ببلاش. فلازم يكون عندي استراتيجية قوية جدا، لازم يكون عندي استراتيجية دي ببقى ليها أهداف غير المبيعات بس، بس في الآخر لما بنعمل الأهداف دي بنعرف نوصل للمبيعات أكتر. أوكي. فده مهم جدا. أهم حاجة البراند تركز عليها الأول البراندنج، إن أنا يبقى لي البيزنس يبقى له شخصية وصوت وبيتكلم مع الناس ازاي، والناس تبقى فعلا عايزة تتواصل معاه وعندها وفاء لي. ودي مهمة جدا. بس دي حاجة صعبة قوي انت تعمليها. حاجة صعبة بس هي دي حلاوة اصلا الماركتينج. لا انا قصدي ان انا اخلي الكلاينت بتاعي ان هو يبقى عنده لويالتي او وفاء ليا انا بس، وفي 600 مليون الف حد تاني بيعمل نفس البرودكت ده او شبهه، مش قصدي نفسه، هو بالظبط شبهه. دي بتبقى حاجه صعبه جدا. دي بتعتمد بقى على حاجه اسمها الكور فاليوز بتاعه البراند، اللي هي مبادئ البراند. ده بقى اللي بيقع مننا شويه هنا في مصر، بس طبعا في استراتيجيست كويسين في مصر بيعرفوا يعملوا ده، بس مش كتير. الفكره بقى انه مبادئ البراند بتؤمن بايه. مش كده بتلاقي مثلا بره، لو بصيتي على براندز كبيره، مش هقول اسامي، بس بصيتي على براندز كبيره هتلاقيها ان هي بتتكلم في مواضيع تانية، تعرفي ان هم مثلا ايه بيؤمنوا، مثلا ب ان مثلا بحريه المراه، بحريه الراي، بيساعدوا مثلا الحيوانات ما انا كنت عايزه اقول كده، احسست كلمه عايزه يساعدوا الحيوانات. فدي الفكره، ان انت ازاي ان انت ومش لازم يكون، على فكره مش لازم يكون قضيه كبيره، هي ممكن تكون حاجه عاديه، ممكن تكون اللي هو مثلا ايه انت شكلك حلو من غير فلتر زي او من غير ميك اب، مع انها ممكن تبقى ميك اب براند مثلا. فهي فكره مبادئ البراند هي دي اللي احنا محتاجين نشتغل عليها، دي اللي بتخلي الناس عندها وفاء. بالظبط، مش المنتج. صح. طبعا المنتج ان لما هو كواليتي بتاعته كويسه اكيد في، بس هشتريه، لكن احساسي بالبراند، البراند دي حاجه اكبر بكتير من هي مجرد بس منتج. نفسي يكون عندي فولورز كتير، مش عارف ابقى على انهي منصه، تيك توك، انستغرام. الفكره كلها بتعتمد على استراتيجيه. خليني احكي لكم حكايه. برودي ويل ميكر عنده 24 مليون فولورز على تيك توك لوحده غير البلاتفورمز الثانيه، فلما عمل فيلم قصير محدش راح يتفرج عليه غير 50 بني ادم بس، وده خلاه ينزل تيك توك من يومين يقول انه هيبعد عن السوشيال ميديا شويه. برودي ويل ميكر كان عنده مشكله كبيره قوي في الاستراتيجي بتاعته على السوشيال ميديا سبب ان هو يحصل له كده. اولا هو اقوى بلاتفورم عنده هي تيك توك، وكل الفيديوز اللي بينزلها ترفيهيه ومضحكه. فكره لو انت عايز تشير في الفيلم ميكنج اندستري، يعني انت كنت عايز تشد جمهور مش عايز يضحك على قد ما هو انترستد ان هو يتفرج على افلام سينماتوجرافي، غير ان هو حاول تو مونيتايز من بلاتفورم ثانيه اسمها باتريون، انه الناس تتفرج على الفيلم بتاعه بخمسة دولار، وده صعب جدا ان انت تو كونفرت حد ان هو يبقى من فولوور لباير من على تيك توك بالطريقه دي. اهم نقطه عايزه اوصلها من الفيديو ده، برغم ان انا بقول لكم ان التيك توك مهم جدا للنمو، لكن صعب تبني عليه كوميونتي حقيقيه بتتفاعل معاك على طول بنفس الاستمراريه بتاعت انستغرام. وانستغرام اليومين دول تول قويه جدا ان انت تكبر، لان هم قاعدين بيركزوا ان هم يكبروا اكونت صغيره. طيب ايه الفرق بين الوظيفه اللي هي بتاعه السوشيال ميديا كونسلتنت والسوشيال ميديا سبيشالست؟ السوشيال ميديا سبيشالست او اكاونت مانجر زي ما احنا بنسميه جوه المجال ده، بيبقى حد ماسك البراند بيعمل لهم الكونتنت او المحتوى كل شهر، بيعمل بقى حاجه اسمها كونتنت كالندر، يعني محتوى بتاع الشهر كله، وبينزل يصور، بيبقى ماسك الاكاونت من A to Z. بالنسبه للكونسلتنت هو بيساعدهم ان هو حتى لو في سبيشالست، الكونسلتنت بيساعدهم. فزي ما بقول لك الاستراتيجي دي من اهم الحاجه، من اهم الحاجات اللي لازم اي براند تركز عليها، وحتى كمان صناع المحتوى مش بس البراندز. فالفكره بقى انه
الكونسلتنت بيساعد في كل حاجه، يقدر يحط اصلا ممكن يعني يساعدك ان انت تلاقي السوشيال ميديا سبيشالست اللي انت محتاجاه. اه اوكي، فاهمه قصدي؟ يعني انا مثلا ليه بعمل ده، انا عايزه البراندز تعمل، كان فكره البيزنس بتاعي ان انا عايزه البراندز تعمل السوشيال ميديا ماركتنج بتاعهم او التسويق بتاعهم جوه، يبقى عندهم التيم بتاعهم جوه، لان انا مؤمنه جدا ان كل ما كان التيم موجود على طول هو بيقدر بقى في حاجه حصلت النهارده نزلها على الستوريز، كل ده بيفرق لان ده بيبين شخصيه البراند اكتر. طبعا مش زي لما يكون حد شغال مثلا في شركه ايجنسي ويبقى هو مثلا معاه 5-6 اكاونتس. انا ما عنديش حاجه ضد الايجنسيز، انا كنت بشتغل في ايجنسيز، بس يعني ده اللي انا مؤمنه بيه دلوقتي، ان هو مهم جدا حتى لو هتروحي الايجنسي يبقى عندك سوشيال ميديا تيم جوه البيزنس. السوشيال ميديا دلوقتي بقت كل حاجه. بس انا عايزه اسالك على حاجه سالتك فيها في اول الحلقه على صناع المحتوى. انا يمكن عشان احنا بنشتغل في الشغلانه دي فانا فاهمه قد ايه هو الموضوع صعب. ايوه، انتوا بتكريت الكونتنت بتاع صانع المحتوى ده ولا لا؟ لا، صانع المحتوى بالذات لازم هو اللي بالزبط. يعمل المحتوى بتاعه. ايوه، عشان يبقى انا فهمت غلط بالزبط. في الاول. أوكي. بس انا ممكن هتلاقي بقى كتير قوي في، يعني من اكتر الكلمات اللي بتشوفها في السوشيال ميديا الناس تسالك تقول لك بس انا عندي اهتمامات كتير مثلا، فانا بساعده ان هو يلاقي انه لا، انت ما ينفعش ان انت لو اهتمامات كتير مش هتعرف توصل لناس كتير. في حاجة واحدة مش لازم كمان. كل اهتماماتك تبقى على السوشيال ميديا طبعا، او مش لازم كل اهتماماتك تبقى في صفحه واحده. فهي دي الفكره، انه زي ما بقول لك احنا بنساعدهم ان هو ازاي هو يعرف يعمل المحتوى بشكل حلو فعلا. ايه الغلطات بديله انا ككونسلتنت، بديله فيدباك، ايه الغلطات اللي عندك في الفيديوز اللي مخليك مش عارف توصل للناس اكتر، مخليه المشاهدات عندك قليله، مخليه الانجيجمنت او التفاعل مش كويس. بديله فيدباك وبحلل كل الاكونت بتاعه، وببتدي اقول له كمان ايه الستبس المفروض يعملها بعد كده، ازاي يقدر يوصل لناس اكتر، ازاي يقدر يعمل كمان تاني. هي في الاخر انا عارفه ان كررت الكلمه كتير، بس هي في الاخر كلها يعني بتقف عند حته استراتيجيه. والناس مش فاهمه اهميه حاجه زي كده. لو انا كل يوم بقوم اصور وخلاص، هتضيعي كميه وقت وطاقه وفلوس مش طبيعيه، لانك بتصرفي على المحتوى طبعا، وبتدي من وقتك، وده يعتبر فلوس. فكل ده من غير استراتيجيه واهداف معينه واضحه هو عايز يوصل لها، زي مثلا ان هو يعمل البراند بتاعته كصانع محتوى، زي مثلا ان هو يعمل البيزنس بتاعه كصانع محتوى من البيرسونال براند، العلامه التجاريه الشخصيه. فازاي تقدري تعملي بيرسونال براند؟ دي حاجه كبيره، مش حاجه مجرد ان انا اصور فيديوز وانزلها. طيب هنا ايه رايك في الناس اللي بتقول ان صناعه المحتوى على السوشيال ميديا ده موضوع يعني سهل وبسيط وان اي حد يقدر يعمله؟ بصي، هو طبعا كلام بيبقى ممكن يكون بيضايق بعض صناع المحتوى. انا بالنسبه لي مش بيضايقني، لان انا بصراحه انا عن نفسي بشتغل كتير جدا خلاص، والشغلانه دي من اصعب الشغلانات. يعني انا كنت بشتغل صحفيه وبقول لك ان هي اصعب، يعني كنا بنعمل انترفيوز مع سياسيين 3 الصبح، دي برضو اصعب. انت بتشتغلي كمان كذا حاجه، انت بتعملي اديتنج، بتعملي كذا، وبالذات بقى زي مثلا انت بتقدمي سيرفيس، فكمان مع السيرفيس انت بتعملي المحتوى. فالموضوع مش سهل. ولما الناس بتشوف كده، انا شايفه ان اللي يتكلم عنك هو المحتوى بتاعك. مظبوط، لان الناس برضو مش الناس ذكيه. الناس لما تيجي تبص بتشوف المحتوى ده متعوب عليه ولا لا. فلما هو يجي يقول كده لحد هو شايف مثلا هو بينزل اي حاجه، ومثلا عايز يشتم في الناس يعني مثلا بيجي يشتم في حد عشان يتشهر، او بيجي مش عارفه ايه الكلام ده، دي الناس بتاخد بالها، بتبقى عارفه حتى لو بيحبوا الشخص، بس بيحبوه عشان الترفيه. ومعنديش حاجه ضد الترفيه طبعا خالص، بس قصدي حتى المحتوى الترفيهي بيبقى فيه حاجات متعوب عليها وحاجات لا. اللي مش شايف كده او شايف ان ده مش شغل، بالنسبه لي حاجه مش مفروض افكر فيها. طب احنا بنشوف يا هنا حاجات على تيك توك مليونز، يعني ناس ملايين متابعه حد مثلا عشان بيقلد، بيمثل، بيغني، يعني ما هو ده برضه ما فيهوش حاجه وحشه، بس ما فيهوش محتوى. لا ليه؟ ليه المحتوى هو التالنت بتاعته او موهبته، يعني لما يكون حد عنده. بس ايه دي الفكره؟ في ناس بقى، انت قصدك الناس اللي بتعمل ليب سينكينج مثلا مع حاجه وما بتنزلش غير كده، تاني ما انت برضه لازم تبصي على، مش قصدي حاجه، بس جوده الفولورز. يعني ما ينفعش ان اي حد عشان هو عنده ملايين خلاص، لو ده لو جه نزل بكره، ودي حصلت قريب مع انفلونسر عالميه اصلا في على تيك توك، ان هي عندها مش عارفه حاجه ومليون، وواحد تاني برضو عنده مش فاكره كام مليون فولو، 34 مليون او حاجه كده، لما جه نزل الفيلم بتاعه محدش راحه، مع ان الفيلم كنت هتدفعي فيه مش عارفه كام دولار. طب ايه اللي بيحصل؟ يعني هم ازاي بيكون عندهم عدد؟ ما بنوش علامه تجاريه شخصيه، هي دي الفكره. فهي دي الفكره، انت هل انت واخد ده بالظبط، هل انت واخد ده كحاجه كارير، ولا انت واخد ده بس عشان اللايكس والفيوز؟ عشان كده انت الملايين دي في الاخر ممكن تبقى فاضيه. ما خدي بالك انت شغلتك، في ناس كتيره جدا بيفتكروا ان ده معناه ان انت تجيبي له عدد فولور.
بس عارفه ان في ناس كتير بتفتكر كده. ما هو بيجي لهم عدد، انا عندي ناس بعد 3 شهور ده بس من 11 ل 100,000 و200,000. النهارده لما شرحت لنا اكتشفنا حاجات كتيره قوي. لا بس في فكره عامه ان انتوا بتكونوا مسؤولين فقط عن ان عدد الفولورز. انا ضد الكلام ده جدا، لان انا عمري ما بقول مثلا لحد، يعني المسوقين اللي بيبعتوا لي يقولوا لي لو عايزه فولور بعتوا لي انا ان احنا تشتري فولورز وكده، كارثه ان في ناس بتاعه التسويق بتقول اصلا الكلام ده. دي مشكله كبيره، ده بره يعتبر نصب طبعا. فالفكره ان انت الناس اللي شايف، يعني انا صناع المحتوى اللي انا بقعد معاهم، وبصراحه انا بفلتر كلاينتس. الكلاينت اللي بيفكر بالطريقه دي ان هو مش عايز يشوف، انا بقعد معاه اشرح له وبيبتدي يفهم. هو انا لازم اقول الحقيقه طبعا، فاهمه قصدي؟ لازم اقول له كمان انت بتغلط في ايه، لازم اقول له انت ما عندكش هدف، لازم اقول له انا كتير قوي او من اكتر الحاجات اللي بقولها في السيشنز اللي بعملها انه بليز ما تفكريش ان انت بلوجر، فكري ان انت بيرسونال براند او علامه تجاريه شخصيه. ان انت الاهداف ممكن تكوني من المحتوى بتاعك توصلي لاهداف ما كنتيش تتخيلي انك توصلي لها، بس اول حاجه عايزاكي يكون عندك اهدافك دي واضحه، تعرفي سببك اللي هو الواي بتاعتك، ليه بتاعتك اللي خلاكي تعملي كده. الحاجه الثانيه بقى ان انت ازاي تعرفي ان انت بتعملي محتوى في الاخر هيوصلك للاهداف دي خلاص، وان انت فعلا تعرفي تخلي ده شغل كارير ده، وتعملي حاجه اللي انت بتحبيها وخليتيها كارير، يبقى انت كسبتي. لا انت كمان بتساعدي بالشغلانه دي ان انت بتفلتري زي ما انت قلتي. ففي ناس كتيره جدا فعلا بيطلعوا على السوشيال ميديا بتحسي ان مفيش اي هدف، مفيش ده بالنسبة لي مش هيبقى كلاينت، معلومه طلعنا بيها مفيش، يعني حتى حاجه ضحكنا عليها. يعني انا بالنسبه لي ان انا اتفرج على حد دمه خفيف وضحكني، ده بالنسبه لي حاجه حلوه جدا صح. لكن هو ساعات بنلاقي ولا اي حاجه خالص، ما نلاقيش ولا ان احنا ضحكنا، ولا لقينا ان احنا فهمنا حاجه، ولا اتعلمنا حاجه جديده، ولا معلومه مهمه، ولا انا بالنسبه لي حد بيضحكني دي حاجه مهمه جدا طبعا على السوشيال ميديا، وحد بتاع فاشن حاجه مهمه جدا طبعاً. بالنسبه لي دي حاجه بالظبط. انا عادي ان انا ابقى كمان ابقى مهتمه بحاجات مهمه جدا وقضايا كبيره، وكمان الحاجات حاجات ثانيه سهله وبسيطه، يعني مش داخله تاني على السوشيال ميديا عشان بس اقعد أتصفح. احنا مش بالظبط، احنا مش علماء يعني، عادي جدا. بس هي الفكره تاني انت بتوصليها للناس ازاي صح. هي دي اللي بتختلف فيها. لكن مفيش تخصص اهم من تخصص خالص، انا ما بشوفهاش بالطريقه دي. بس تاني، لو انت فاشن انفلونسر وقررتي ان انت تعملي بيزنس بتاعك، قررتي تعملي اعلان لبراند، هل ليكي تاثير فعلا؟ هل انت بتاثري على قرار الشراء؟ لا. ميرسي قوي يا هنا على وجودك معايا النهارده وافدتينا وقلت لنا معلومات اكيد في كتير مننا ما كانش يعرف عنها. ودايما بنلخبط، ما بنبقاش عارفين ازاي نستخدم السوشيال ميديا كونسلتنت او ازاي هو ممكن يساعدنا ان احنا نعمل حاجات احسن ومحتوى احسن، وزي ما قلتي قبل كده كمان في البراندنج. يس ميرسي هنا قوي على وجودك. ميرسي جدا، ميرسي جدا ان انتوا استضفتوني. وبس يعني هنشوفك تاني ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي. اوكي وبكده تكون حلقتنا خلصت، نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.